نجوم كبار مروا على هذا النادي سواء من زمان منذ تأسيسه. من دون أن ننسى عندما نذكر النجوم لا يمكن أن ننسى أبو تريكة وعصام الحضري والجمعة وإبراهيم وحسام حسن والحارسان أحمد شبير وثابت البطل وطاهر أبو زيد وغيره. عندما تذكرهم أيضا لا يمكن نقول لا جول يا سلام في منتهى الروعة حسين الشحات في القائمة الثاني بروعة خرج بروعة وحطها بالجول بروعة أمام الحارس جمال سالم. يا سلام اللعبة ولا أروع وجول ولا أروع. حسين الشحات يسجل أول أهدافه في دور الأبطال وخرج من القفص ريني فيلر في هذه اللعبة الرائعة في القائمة الثاني. نسيتم حسين الشحات فخرج من هنالك وسجل جول. يا احترام طبعا مثل ما يجب أن يكون اللاعب جد محترم لحكم المباراة. رمضان صبحي واحد من جواهر الكرة المصرية في تنفيذ هذه ركلة الجزاء في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول. يستعد رمضان من أمام جمال. رمضان وجمال سالم. رمضان صبحي وجمال سالم. رمضان صبحي بابا 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 بروعة بالرزانة والهدوء اللازمين والروعة يحطها رمضان في الجول. هدفان مقابل صفر صارت النتيجة لصالح الأهلي المصري في الدقيقة 37 من عمر المباراة. عادة اللاعبين الهادئين والرائعين والمتميزين ينفذون ضربات ترجيح بهذا الشكل. نعم يا رمضان 22 عاما في عمره قلت بأنه واحد من جواهر الدنيين لم يكلل اليوم الكرة من هنالك من محمد مختار بشا أمام أنظار حارس الثاني لنادي الأهلي الشريف إكرامي ابن واحد من أساطير الكرة المصرية والأهلي الشريف كرامي. كرة خطيرة كرة خطيرة وجول كرة خطيرة وجول في غفلة من دفاع نادي الأهلي المصري يتمكن الهلال من تسجيل هدفه الأول عن طريق المدافع أحمد أطهر الطاهر في الثواني الأخيرة من عمر الوقت بدل الضائع. قلت في غفلة من دفاع الأهلي أطهر الطاهر يبعث المباراة لسوء حظ لم تبقى سوى دقيقتين. هنا اللعبة في العمق كانت خطيرة. الصد الأول من محمد الشناوي يعني ظهورا للمدرب حتى الآن لواندا مينا. هذه المحاولات من بيان كرة في اليمين مرة ثانية تشونغو في اليمين المحاولة إلى أوشيندي صاحب القميص 30 وتمريرة بدون أوفسايد بدون تسلل انطلاقة من موليكا جول 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 أول على عكس سير اللقاء تماما موليكا يتألق يتجمل يبدع ويقنع بهدف جميل. يا سلام والحارس طبعا جاكوب باندا ما قدرش يعمل ليها حاجه. طبعا جاكسون موليكا 22 سنه من اللاعبين المؤثرين جدا جدا جدا. جاكسون موليكا انطلاقه ايه وتحضير ايه كره جميله جدا 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 اتعملت لمولاكا. هو بيقول مولاكا او موليكا طبعا لاعب متميز جدا عنده 22 سنه يسجل اول اهدافا لكن اللاعب كالينجو رقم 10 فرصتين ضائعتين من هذا اللاعب اللي يعني نقدر نقول من اللاعبين الكبار اصحاب الخبرات في هذا الفريق من اهم اللاعبين اصحاب الخبرات في هذا الفريق. تاني سيطرة ميدانية من مازيمبي محاولات من مازيمبي في نص الملعب تاني على طول الكرة في اليمين اللاعب ليكونزا تمريرة جول على عكس السير تماما تيمبي مازيمبي يصنع الفارق من جديد ويزيد الفارق من جديد ويثبت أنه فريق عنيد فريق حديد فريق من الفرق التي تقارع الكبار ويضرب ناقوس الخطر للجميع. هدف ثاني على عكس سير الشوط الثاني تماما. زيسكو أكثر ضغطا وأكثر طبعا لمدة أو يعني 30 عام 80 عام على إنشائه وطبعا كان في طبعا دعه بقى في احتفاليه ال 80 عام انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي دعا طبعا احمد رئيس الاتحاد الافريقي دعا كبار المسؤولين في كره القدم في احتفاليه 80 عام. جول عوده المباراه
هدف العودة للقاء لفريق زيسكو يونايتد عن طريق كارينجو. إلا أخيرا استطيع أن يسعد هذه الجماهير، واستطاع أن يسعد هذه الجماهير بعودته للمباراة. بيقول يلا نصحى يلا نفوق. بالفعل كالينجو هو من أضاع العودة للمباراة، هو من أضاع العودة لفريق زيسكو في المباراة بعد أن أضاع فرصتين حقيقيتين. وأخيرا وينستون كالينجو يقتنص بطاقة العودة للكشريد. لمسة واحدة مع الناس يرجع ليوري كشريدة، يطلب كرة محمد الثاني توصله، محمد المثاني بتكتل كبير ارجع بكل عناصره، يبقى فقط الرودوال. ماذا ماش تصل الذي لم كشريده، ماذا ماش تصل، والترويض لم يكن موفق من مار الحناش. ما زالت ينتجع بالراس، جول جول عريبي، جول عريبي، جول عريبي، جول 1-0. قلت نجم مطالب بانه ياخذ 1-0. كريم عريبي براسي وباغت فرانسيس تيساي يمنح سبقية 1-0 للنجم الذي الساحلي. كرة أولى عرضية كشريدة، والعريبي أسبق من رافائيل مودوفيوا في زاوية صعبة في مرمى تيساي. واحد تأخير الاثيران لشهادته تشكيلة النجم الذي الساحلي. وآخر الشوط الأول إصابة مرتضى بن وناس وتعويضه بحازم حاج حسن. على أثر التغيير يرجع مال الحناشي لتامين الجهة اليسار في دفاع النجم الذي الساحلي. تبع هذه الكرة قبل تذكير بالتشكيلتين، يمشي حاج حسن حتى كرة كشريد، عرضية الثاني عريبي، كريم عريبي يضيف الهدف الثاني منذ الدقيقة الأولى. 40 ثانية كافية للنجم الذي الساحلي لإضافة الهدف الثاني. أحلى البدايات في هذا الشوط الثاني. الجزائري يستعيد ثقة الأهداف بعد هدف أول في دقيقة 23، أولى ثواني الفترة الثانية، عرضية من كشريدة وكريم. في تاريخ 27 ديسمبر الجاري الأهلي في القاهرة يستضيف بلاتينيا، وحوار عربي بين النجم الذي الساحلي والهلال السوداني. تمشي كرة لداروين، 4 دقائق يضيفها حكم المباراة مارتينز دي كارفايو. كرة الثالث ينهي الأمور حاج حسن، ينهي الأمور حازم حاج حسن بتمهيد ممتاز في كرة انفراد مع فرانسيس ديساي، والهدف الثالث للنجم الذي الساحلي ينهي من خلاله كل الإثارة هنا في بولاوايو. تمهيد ممتاز كان من غونزالو داروين، وحاج حسن يرفع الحصيله الى 3-0. 3-0 في مرمى اف سي مصر، وسجل في مرمى الشرقيه هدفين، وسجل في نهائي الكاس هدفين في مرمى بيراميدز، وسجل ايضا في مشوار التاهل في مرمى ديكاداها الصومالي هدفين منهم هدف كان في المباراه من ركله جزاء. حازم امام يوسف اوباما، عدى حلو قوي اوباما تمريره، استلام المره دي مصطفى اوباما يعملها حلو قوي، يا ولد، ولكن يبدو هناك راية ولا هدف صحيح. هو هدف حلو قوي من أشرف بن شرقي. يوسف أوباما وداهم على الرياح الغربي وحط الكرة في اتجاه أشرف بن شرقي، وأشرف بن شرقي راح وقال وزود وجود في مهارته في إمكانياته وسجل هدف حلو قوي. بص المهارة بتصنع ايه مصطفى، عملها حلوة قوي، مفيش تسلل. ان شاء الله ديسمبر، يوم 12 ديسمبر مع بيراميدز، 16 ديسمبر طلاع الجيش، 20 ديسمبر مع سموحة في الدوري، 24 ديسمبر مع الانتاج. يعني بخلاف مباراة اليوم، في مباراة القادمة طبعا في مسابقة الدوري الابطال الجولة الثالثة مع زيسكو الزامبي ان شاء الله في زامبيا. تسديدة حلوة الثاني اشرف بن شرقي في الثاني، كرة امامنا يا ولد يا مصطفى. اشرف بن شرقي ايه الجمال وايه الروعة، والكرة كرباج اللي رايحة حلوة قوي. اشرف بن شرقي في قمة التألق وقمة التعمق يسجل هنا في هذه الليلة الهدف الإفريقي الثاني لي في هذه الليلة في مرحلة المجموعات، وهدفين في مرمى ديكاداها يرفع الرصيد. ثاني كرة بالرأس من زكريا بن جاي، يحاول ويلسون، تخرج كرة ويلسون، ربع مفتاح وكرة جول.
الفرقة تعوم وتسبح له وسطعته في الشوط الثاني. طوني يعادل الكفة في لحظة غفلة، لا أدري أين كان دفاع الاتحاد في هذه الكرة. نلعب التسلل في مثل هذه الكرات؟ لا 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 لا, لا. إذن تعديل الكفة وتعديل النتيجة يأتي في هذه اللحظات غريبة من طوني. هل كانت هناك وضع التسلل في الوقت الذي كان يجري التغيير؟ هاي اللعبة، هاي الكرة وحده طوني أدرك التعادل. ما للأمانة ما في